أحسن الله إليكم يا شيخ، ما قولكم في قول بعض العلماء أنه لا اعتكاف، بعض العلماء أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، الحرم والنبوي والمسجد الأقصى، هل هذا دليل يعني؟ هذا فرد من أفراد المسألة التي قلت لكم قبل قليل، وهي لا ما هي؟ النظر إلى بعض النصوص دون بعض، هذه العلة. أول الحديث كما تعرف أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لحذيفة لعلهم حفظوا ونسيت، يعني كأنه رضي الله عنه طعن في فهم حذيفة رضي الله عنه ابن مسعود. ثانيا أن لا اعتكاف يعني لا اعتكاف كامل، كما في قوله لا صلاة بحفظ الطعام، أي لا صلاة كاملة. ثالثا كيف يقول عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، خطاب للامه، ثم نقول هذا الخطاب العظيم القراني يختص بثلاثه اماكن من بقاع الارض، ايما اكثر العالم الذين يعتكفون في المساجد الثلاثه او في غيرها. نعم الثاني بلا شك، كيف ننزل الايه على شيء خاص مع انه عام لكل الناس؟ فهذا من الفهم الخطا، هذا من الفهم الخطا، وان كان قد قال به بعض العلماء السابقين، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك. فالاعتكاف مشروع في كل مسجد.